الصلاة جامعة، صلاة التراويح رحمكم الله. اللهم صل على محمد، وصل على رسولك سيدنا محمد، وصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طب
فضلا من الله تعالى ونعما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا ضربت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكلمك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلا سوف تعلمون ثم فلا سوف تعلمون فلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدله يحسب أن ماله أخلده كلا ليبلغن في الحطمة وما أبرز ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل بينهم في ضمير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بقريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. العلماء السالي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وأني الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدس ربنا ورب الملائكة والروح، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخليفة الرابع جد الغالب، إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ من النار. اللهم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة جامعة أثابكم الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين واسع المغفرة يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد أنت ذا الرضا والحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما محمدا ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأسلم قلبنا وعافنا واعف عنا وعلى أطاعتك عنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا وتولنا لحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واستعملنا يا ربنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واختم اللهم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا رب اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين اللهم
واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح ذات بيننا والف يوم عادل وصادر سود بين قلوبنا. اللهم جدد احوالنا وجدد اقوالنا واصلح اعمالنا وظهر قلوبنا واحسن اخلاقنا واسع ارزاقنا واشف يا الله مرضانا واشف يا الله مرضانا واشف مرضانا وقض بفضلك ديوننا واصل بكرمك شؤوننا واجعل الى رحمتك ورضاك في ذلك رامجه ولنا ومصيرنا وجوعنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والعافيه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك. اللهم عافنا واخواننا المسلمين من بلائك. اللهم عافنا واخواننا المسلمين من بلائك. وقفنا بقضائك وهب لنا ما وهبته لاوليائك واوجعنا شكر نعمائك واجعل اللهم خير ايامنا واسعد يوم لقائك يا الله. اجعل خير ايامنا واسعد يوم لقائك يا رب. اجعل خير ايامنا واسعد يوم لقائك حتى نلقاك يا رب وانت راض عنا. فقد قبلت الجزير من اعمالنا يا من يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. اغفر اللهم بكرمك وجودك لنا ولوالدينا واماتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا واصحابنا وجيراننا ومن احبنا وقرابتنا ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان وانزل القران بالحكمه والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعد علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين يا الله. اعد شهر رمضان علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين يا رب. اعد شهر رمضان علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وعواما بعد عوام زايدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مقرونين وعلى طاعتك عنا يا رحمن. إلهنا قد تعرض لك في هذه الليالي المتعرضون وقص لك القاصدون ورغب في جنك معرمك الطالبون. ولك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات ومواهب وعطية تجول بها على من تشاء من عبادك. فاجعلنا اللهم ووالدينا وأماتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا ومن أحبنا وجيراننا وقراباتنا وجميع المسلمين ممن سبقت لهم منك العناية. ها نحن دعوناك يا الله كما أمرتنا. ها نحن دعوناك يا رحمن كما أمرتنا. ها نحن دعوناك يا رحيم كما أمرتنا. فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الليلة وكل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقلاء وسرى وجراء منا من النار. واجعلنا اللهم ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا ومن أحبنا وجميع جيراننا
وجميع المسلمين من عتقائك وطلقائك ومن نقلائك ومن وجرائك ومن منائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أجرنا من النار سالمين. وأخرجنا آمنين. وقنا شر مصائب الدنيا والدين. واكفنا وإخواننا المسلمين يا الله شر مصائب الدنيا والدين. واكفنا وإخواننا المسلمين شر مصائب الدنيا والدين. وامنحنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. واجعلنا الله والدينا والحاضرين ووالدين وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصل جلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعظم الشهد ولا نوم إلا هو في السماوات وفي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات والعرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحسن على اغتنام برهما وصنع المعروف لديهما وندبنا إلى قبل الجنان الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا. واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم دوام رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وامانك واجر به عليهم لطائف برك واحسانك. اللهم اغفر لهم مغفره جامعه تمحو بها سالف اوزارهم وسيء اصرارهم وارحمهم رحمه تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم يا يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم اليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا اليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي اشرفته قلوبهم والحنانة الذي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا رساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين. أفضل ما جزيت به سعاد المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك لما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك لما آثرونا به في حق خدمتنا. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا. وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها في مجدره لنا وسعوا علينا وارفض بهم في مضاجع البلاد.
وانصف بهم يا الله في مضاجع البلاد، وانصف بهم في مضاجع البلاد لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا للقربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفنا من السيئات واكتسبنا من الخطيئات وتحملنا من السبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما أثرتهم منا في الحياة فسرهم منا بعد الوفاة. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في أسفل الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. وسر أرواحهم بأعمالنا، وسر أرواحهم بأعمالنا، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح. إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تقفهم منا على موقف استضاءة ما نشتري من سوء الافتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فشفيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منا أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا. فإنك يا رب وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم منا من أوباط الآباء بالأولاد، واجعلهم يا الله بنا من أوباط الآباء بالأولاد، واجعلهم بنا من أوباط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين.